شهدت دوانية الوطية للصيادين إقامة المسابقة الرابعة والأخيرة لموسم مهرجان الموروث الشعبي البحري الخليجي بدورته التاسعة، بإقامة المسابقة الجديدة لهذا الموسم وهي مسابقة حداق السيف. ابتدينا في آخر مسابقة بحداق السيف، وهي طبعا إضافة جديدة من قبل اللجنة المنظمة، أضيفت هذا العام بثلاثين متسابق بحضور عدد المشاركين في هذه المسابقة 26 مشارك. هذه المسابقة نظامها يختلف عن بقية المسابقات اللي احنا عملناها في الماضي في السابق. كان بالسابق تعتمد المسابقات نتائجها على الأوزان، أما حداق السيف فهذه المسابقة تعتمد على نقاط وضعتها اللجنة ببعض من الأسماك المطلوبة في هذه المسابقة. أقمنا مسابقة صيد السيف، وهذه المسابقة لأول سنة تقام عندنا الموروث البحري، ومبين أنها لاقت نجاح كبير إن شاء الله، ومثل ما تشوفون والجمهور اللي موجود، العوائل اللي موجودة كلها مستانسة، وقاعد تلاحظ شيء غريب، يعني لأول مرة تقام بالكويت مسابقة السيف. يوم 11/2 سوف يقام الحفل الختامي لمهرجان الموروث البحري بحضور معالي وزير الديوان الأميري الشيخ علي الجراح، وممثلا عن سيدي حضرة صاحب السمو. الحفل هذا تكريم الفائزين بجميع المسابقات البحرية. مسابقة حداق السيف تم إضافتها لمسابقات الموروث الشعبي البحري، والتي لاقت إشادة كبيرة من المشاركين في هذه المسابقة، حيث شارك بهذه المسابقة حوالي 30 متسابق لهواة صيد الأسماك. مشاركة أول مرة لي في مسابقة حداق السيف، والحمد لله الله وفقني وطلعت المركز الأول. والله التنظيم الله يعطيهم ألف عافية، تنظيمه كان وايد وايد حلو. حصلت على المركز الثاني ولله الحمد، والله وفقنا وتوفيق من الله طبعا. الصراحة قامين بواجب جدا جدا رائع الصراحة. هذه أول مشاركة لله الحمد، والمركز الثالث، يعني ما توقعت أني أخذ مركز، بس لله الحمد أرزاق المركز الثالث. والله التنظيم ممتاز جدا، والمسابقة توقيتها حلو ولله الحمد. مهرجان الموروث الشعبي البحري الخليجي سواء في البحر أو الألعاب الشعبية يشهد تنوعا وتجديدا، إضافة لزيادة الجوائز للفائزين في مسابقاتها، وسوف يكون الحفل الختامي لهذا المهرجان في شهر فبراير المقبل. مسابقة حداق اليال أو السيف تعتبر هذه المسابقة الأخيرة للموروث البحري بدورته التاسعة. من دوانية الوطية للصيادين، يوسف صفر، تلفزيون دولة الكويت.